أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد المهند بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في اليوم الثالث للأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف المصرية، وندوة الليلة تدور حول أحكام الزكاة. ومعنا من الأساتذة العلماء الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد منصور إمام وخطيب المسجد، ويحضر معنا من علماء وزارة الأوقاف بمحافظة القاهرة الدكتور منتصف مدير شؤون الإدارات، والدكتور محمد قرني مدير أوقاف القاهرة الجديدة، والشيخ أحمد مبارك المفتش بالإدارة، والشيخ عبد الله حسان المفتش بالإدارة، والدكتور عبد العظيم الصباح المفتش بالإدارة. أيها الأحباب، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الموالية للصلاة بين تلك الأركان، وقرينتها في الذكر في القرآن الكريم، وفيها مصالح عظيمة أعظمها شكر الله تعالى وامتثال أمره بالإنفاق مما رزق، والحصول على وعده الكريم للمنفقين بالأجر، ومواساة الأغنياء لإخوانهم الفقراء في سد حاجاتهم. يقول تعالى: وأحسنوا والله يحب المحسنين. والزكاة تسبب نماء المال وحلول البركة فيه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من يعطي الزكاة لبيت مال المسلمين: وصل عليهم أيدعو لهم. فهذا رجل من آل أبي أوفى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم صل على آل أبي أوفى. أيها الأحباب، نستهل معا لقاءنا المبارك بهذه الكلمة الطيبة من الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الجلسة العلمية المباركة،
والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتبها في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الشكر موصول لوزارة الأوقاف المصرية وعلى رأسها السيد معالي الوزير وكل العاملين بهذه المؤسسة المباركة على تنظيم مثل هذه الجلسات العلمية المباركة. درسنا اليوم عن عبادة من أهم العبادات في ديننا، عن عبادة الزكاة. الزكاة من الفرائض والعبادات التي تحتاج إلى مجاهدة نفس كبيرة. الزكاة محتاجة لمجاهدة كبيرة أوي. ليه؟ لأنها تتعلق بأحب الأشياء إلى قلوب الناس وهو المال. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. المراد بالخير هنا يعني المال. جبلت النفس البشرية على حب المال الحب الشديد، فأتى الإسلام وأراد أن يقوم هذه النفس في التعامل مع هذا المال ومع هذا الخير، ففرض الزكاة. فالذي يخرج الزكاة هذا إنسان مجاهد لنفسه، لأنه روض نفسه في هذا الأمر الذي تحبه حبا شديدا. هذا أول أمر. الأمر الثاني في الزكاة أن القرآن الكريم لما تحدث عن الزكاة أحيانا يتحدث عنها بلفظ الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأحيانا يتحدث عن الزكاة بلفظ الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لماذا يعبر القرآن الكريم عن الزكاة بالصدقة؟ قال العلماء لأن الزكاة تحتاج إلى صدق وإلى إخلاص عند إخراجها. بعض الناس فكرة إن الزكاة دي ضريبة إسلامية لازم ندفعها غصب عننا. لا، الإسلام مش عايز كده. الإسلام عايزك وانت بتدفع الزكاة بتاعتك تدفعها بكل صدق وبكل حب وبكل إخلاص، تدفعها وانت على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك بالخير. أنفق ينفق عليك. فلا يظن أحدا أن الزكاة ضريبة إسلامية لازم تدفع بالغصب والإكراه والإجبار. الإسلام مش عايز كده. الإسلام عايزك أو عايزنا كلنا نؤدي العبادات والفرائض بكل رضا وبكل حب وبكل يقين. الأمر الثالث في الزكاة في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه الآية المباركة فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة فيها معنى التخلية ومعنى التحلية. التخلية يعني إيه يا جماعة؟ يعني التنظيف، الطهارة. والتحلية يعني الحاجة الحلوة، زي مثلا ما يكون عندك طبق أو كوباية مثلا محتاج إنك أنت تنظفها من حاجة معينة، بتنظفها وبعد كده بتملاها بحاجة كويسة. الزكاة بالضبط بتعمل كده بنص الآية الكريمة. الزكاة بتشتغل على تنظيف وطهارة المال والنفس البشرية عموما، ثم بعد ذلك تحلي هذا المال وتحلي النفس البشرية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الزكاة بتشتغل على تطهير المجتمع كله، سواء غني أو فقير. على فكرة مش الغني بس، الزكاة بتطهر الغني، بتخليه يعني بتنظفه من البخل والشح على خلق الله سبحانه وتعالى، لأن البخل من أقبح الصفات اللي ممكن الإنسان يتصف بيها، من أقبح طبائع الناس البشرية خلق البخل. يقابله أقبح صفة أو خلق من ناحية العقيدة الشرك والعياذ بالله.
في القرآن الكريم لما ربنا يتحدث عن عذاب أهل النار، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ليه؟ قال عشان الطابعين دول، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أدي الطابع أو الطابع الخاص بالعقيدة، ولا يحض على طعام المسكين، البخل. فأقبح صفتين في الإنسان، صفة من حيث العقيدة وهي الشرك والكفر والعياذ بالله، وصفة من حيث الطبع وهي البخل. فالإسلام بيشتغل أو الزكاة بتشتغل على تطهير نفس الغني من الشح والبخل على خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، وبتحليه بإيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هنطهرك من البخل والشح، وهنزكيك يعني هنحليك بإيه؟ بصفة الكرم والعطاء والجود، ودي من أفضل الصفات اللي ممكن الإنسان يتصف بها. طيب، بالنسبة للفقير الزكاة بتشتغل على تطهير نفس الفقير من الأخلاق الذميمة، الحقد والحسد والكراهية للأغنياء، لأن الفقير الغني لو ما عطلوش حقه في الزكاة فالفقير هيحقد عليه ويحسده ويكرهه. فهنا الزكاة بتشتغل على العملية دي. طيب، وتحلي الفقير بإيه؟ هتحلي الفقير بالحب والود للغني، وتلاقي الفقير بيدعي للغني بعد ما كان بيدعي عليه، وتلاقي الفقير بيحب إن ربنا يزود الغني بعد ما كان بيحقد عليه إنه عنده وأنا ما عنديش. يبقى إذن الزكاة بتشتغل على تطهير المجتمع الإسلامي كله من الأخلاق الذميمة، وفي نفس الوقت بتحليه بالأخلاق الفاضلة الحميدة. هذا فيما يخص النفس. طب فيما يخص المال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الزكاة برضو بتشتغل على تطهير المال. الزكاة العلماء لما عرفوها قالوا هي النماء والزيادة، يعني احنا بناخد منك جزء من المال وربنا بيعوضك أكثر وأفضل من الجزء اللي انت خرجته. فهنا ده اسمه عملية تطهير وعملية تحلية. ازاي؟ احنا عندنا الاسلام شرع لنا الزكاة يا جماعة مقدار 2.5% في اغلب الاموال. يعني مثلا انا لو عندي 100,000 جنيه، القدر الواجب في 100,000 جنيه انا اخرج 2.5، يعني 2,500. خد بالك الاسلام بيقول لنا ان 2,500 دول مش من حقك كغني، دي مش فلوسك، 2.5% دول حق الفقير. فبالتالي لو ما خرجتش الجزء ده من مالك، الحاجة دي تصبح خبيثة في المال بتاعك فتهلك المال. يعني معاك 100,000 جنيه مثلا، يبقى حقك فيهم كام؟ 97,500. 2,500 دول مش بتاعوتك، مش من حقك. طب لو ما خرجتهمش، فده مال أصبح مال فاسد في مالك، سيفسد بقية المال. فسيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما بقيت صدقة في مال إلا أهلكته. يعني دي الصدقة، ده الجزء اللي المفروض انت تخرجه للفقراء والمساكين، طب ما خرجتوش، فضل الجزء ده موجود في المال بتاعك، سيهلك المال بتاعك، هيفسد المال بتاعك. ما بقيت صدقة في مال إلا أهلكت. فهنا الزكاة بتشتغل على تطهير المال برضو، ان الجزء ده جزء فاسد لازم اخرجه. زي مثلا لو انت عندك مثلا فاكهة، 2 كيلو فاكهة مثلا في البيت، فيهم 1 أو 2 بايظين، لازم فورا تخرج الحاجة البايظة دي وترميها. طب لو فضلت سايب الحاجة البايظة جنب الحاجة السليمة، يحصل ايه بعد كام يوم؟ الكل هيفسد، لان الفاسد لازم تخرجه. فبقاء نصاب الزكاة او نصيب الزكاة الخاص بالفقير في المال، هذا يفسد المال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالزكاة هنا بتشتغل على تطهير المال، وفي نفس الوقت على تحلية المال. الله سبحانه وتعالى يضاعف لك ويبارك لك في مالك، كما قال صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة. عايز ربنا يحافظ على المال بتاعك، يبقى لازم تخرج الزكاة بتاعتك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى إذن الزكاة بتشتغل على تطهير المجتمع كله، النفس البشرية عموما، الفقير والغني، وتشتغل كذلك على تطهير المال، تشتغل على تحلية النفس البشرية، وتشتغل على تحلية المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. هنا بقى دي الهدية الكبيرة من ربنا للذين يخرجون زكاة أموالهم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
صل عليهم يعني ادعو لهم. والخطاب هنا والحديث هنا موجه لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أي إن الذي يخرج زكاة ماله بصدق وحب وإخلاص لله سبحانه وتعالى ستناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وخد بالك لازم تقف عند كلمة سكن لهم. الذي تناله بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى على قلبه السكينة والطمأنينة. عشان كده ما تلاقيش واحد غني أبدا محافظ على الزكاة إلا ويتصف بهذه الصفة، دايما عنده كده سكينة، دايما عنده طمأنينة، دايما عنده راحة بال. حتى في عز الأزمات الاقتصادية الكبيرة وفي عز المصائب والشدائد تجد ربنا منزل عليه سكينة وعنده يقين في الله سبحانه وتعالى إن ربنا هيعوضه مهما كانت الخسارة اللي تعرض ليها. ده نص القرآن الكريم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. آخر حاجة عشان ما طولش عليكم، الزكاة قائمة يا جماعة على مراعاة حال الغني والفقير. بعض الناس يظن إن الزكاة تراعي الفقير فقط، وده خطأ. الزكاة تراعي الاثنين، الغني والفقير. لذلك الزكاة مش واجبة في كل الأموال، الزكاة مش واجبة في كل وقت، إنما الإسلام وضع لنا شروط وضوابط. أنا معايا فلوس دلوقتي، معايا ملايين دلوقتي أهو، هل لازم أخرج الزكاة دلوقتي؟ هل لا؟ في شروط وأمور معينة لازم تنطبق عليك. إن تمر عليك سنة كاملة، وإن الفلوس دي أنت مش محتاجة لأي حاجة ضرورية من أكل أو شرب أو سكن أو تعليم أو علاج إلى آخره. فالزكاة مش جاية ترهق الأغنياء زي ما بعض الناس متخيلة. ده الزكاة قالوا هي إخراج جزء من المال الفائض عن الحاجة الأصلية. يعني أنا عندي أكلي وشربي ولبسي وسكني وعلاجي وتعليمي الأولاد وكل ده أنا مكفيه، ومعايا فلوس فايضة عن كده. الزكاة بتجب هنا في المال الفائض، كمان إذا بلغ النصاب وإذا حال عليه الحول، يعني حال عليه سنة. يعني أنا معايا 1,000,000 جنيه محتاج منهم فلوس للتعليم وللأكل وللشرب وللسكن وللدواء، قال ما عليكش زكاة إلا لما تكفي نفسك في كل ده. وبعد كده الجزء المتبقي ده هنشوف هيبلغ النصاب بمقدار 85 جرام، وبعد كده المقدار اللي هو 85 جرام ده تعدى عليه سنة كمان وهو لسه معاك، طب عدى عليه 11 شهر وفي قبل الحول بشهر أو ب15 يوم احتجت المال ده لحاجة ضرورية، لأكل الشرب لسكن لده، وقال ما عليكش أي زكاة. إذا الزكاة مش مرهقة للأغنياء زي ما بعض الناس متخيلة. كما راعى الإسلام الفقير في الزكاة كذلك يراعي جانب الغني، لكن الإنسان محتاج بس إن هو يفهم عن الله سبحانه وتعالى ويعرف المراد من ربنا ويعرف الأحكام صح، حتى لا يتهم الدين بأنه يأتي في جانب أو مع جانب على حساب جانب آخر. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف حول هذه الكلمة الطيبة الموجزة حول أحكام الزكاة. ونحن في مسجد المهند بالقاهرة الجديدة ضمن الأسابيع الثقافية لوزارة الأوقاف المصرية. يقول الحق تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمسلم بإخراجه الزكاة يدفع عن نفسه ميتة السوء، وكما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والزكاة ينتظرها فقراء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، والصدقة سفينة نجاة لكثير من الناس. فالإنسان حينما يكون في مرض أو ضيق أو ارتكب ذنبا عظيما فعليه أن يتصدق. أيها الأحباب، إن الزكاة في الإسلام ركن عظيم وعلامة فارقة بين أهل الإيمان والنفاق،
وتزكية للنفوس ونماء للمال. إن ترك الزكاة إثم عظيم. يقول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال الذي لا يزكى شؤم على صاحبه، يشقيه في الدنيا ويعذب به يوم القيامة. ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. مع أن نعيش مع هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور محمد منصور إمام وخطيب المسجد. الحمد لله خالق الخلق على الإطلاق، فاطر السماوات والأرض ومقسم الأرزاق، سبحانه جل وعلا تسبحه الطيور في أوكارها وتمجده الأملاك في الآفاق، فهو الغني الرزاق الذي لا تنفد خزائنه بكثرة الإنفاق. والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد العرب والعجم على الإطلاق. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. مرحبا بكم في تلك الجلسة الطيبة التي تحفها الملائكة، نتذاكر فيها شيئا من أغلى ما يكون، نتعرف فيها على الزكاة التي ذكرها الله في القرآن. ومن المعروف إذا ذكر الله شيئا وأمر به فشأنه عند العظيم عظيم، فما بالنا وأن الصدقة والزكاة ذكرها الله في القرآن الكريم في أكثر من 82 موضعا، بل وفي أغلب الأحيان يقرنها جل وعلا بالصلاة، بالصلة التي هي ما بين العبد وربه، إشارة إلى عظيم قرب أو عظيم قرب مسافة هذا المزكى من المزكي من خالقه. حتى لما تكلم الله عن الصدقة والزكاة، يعني العقد وبنود العقد من أشرف ما تكون، لم يدخل فيها أحد من العباد بل بين المعطي وما بين الله. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من الذي يعطي؟ يعطي من يا رب؟ يعطي هذا المخلوق؟ لا، يعطي الله. فعطاؤك في حقيقته لله. ولذلك من عظيم فقه ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها، كانت إذا ما أرادت أن تزكي أو تنفق أو تتصدق كانت تأتي بالعملة أو بالشيء وتضعه في العطر أو المسك ثم تتصدق به. لوحظ عليها هذا الأمر فتسأل عنه: لماذا تفعلين هكذا؟ ليه بتعطري العملة أو الشيء؟ قالت: لأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد. هو ده النص الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟
ولذلك إذا كنت من أهل الصدقة والزكاة فأنت من أهل الله، من أهل النداءات، ينادى عليك بالبركات والعطايا والهبات والنفحات والخيرات وأنت لا تدري. في الحديث الصحيح رجل يمشي في فلاه في مكان خالي في صحراء، فيسمع من ينادي في السماء لسحابة أن اسقي حديقة فلان، واسم كده اسم يذكر في السماء ويحرك من أجله السحاب، فيتبع السحابة إلى أن نزل منها المطر فتجمع في أماكن ثم في مجاري، إلى أن تتبع تلك المجاري فوجدها تنزل في أرض فيها رجل كما في نص الحديث يحول الماء بمسحاته، شغال هو أنفق ولا يدري بما يحدث له وهو في أرضه. فأقبل عليه الرجل الذي سمع الصوت: ما اسمك؟ قال: فلان. فإذا به هو نفس الاسم. قال: ولما تسألني عن اسمي؟ ليه بتسأل عن الاسم؟ قال: لقد سمعت في السحاب وفي السماء يقال للسحابة اسق حديقة فلان، فماذا تفعل؟ قال: أنظر ما يخرج منها، فأبقي لنفسي ولأولادي ثلثة وأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثة. هذا ينادى عليه، هذا من أهل الله. أما من منع ينادى عليه أيضا، لكن شتان شتان ما بين نداء ونداء. أهل البخل، أهل الطمع، ينادى عليه من الملك يوم القيامة كما في الحديث الصحيح: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، كيف أطعمك يا رب؟ أنت رب العالمين، أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك، طلب منك، احتاج إليك، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ وما بين هذا النداء وذلك نداء ممهد أيضا، نداء ملائكي تتنزل به الملائكة كل يوم مخصوص. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، والعياذ بالله. فلك أن تختار، تختار هذا أم ذاك، أي النداءين؟ ولذلك متى اخترت الزكاة ونجوت من البخل والشح فأنت من المفلحين، اخترت لنفسك النجاة. قال تبارك وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخذت شهادة النجاح، لكن الإمضاء عليها من الله سبحانه جل وعلا في القرآن الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمتى دخلت للإنفاق ولبابه ودخلت هذا البيت العظيم، فاعلم أنك أصبحت في كنف الكريم، حيث يقول لك في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. ما هذا الجمال؟ لم يقل ينفق عليك أو أوكل الملائكة لتنفق عليك، لا، نسب الأمر لنفسه، لأنه في البداية الأمر من ذا الذي يقرض؟ الله. فإذا أقرضت فمن الذي يعطيك؟ هو الله. أنفق، أنفق عليك، وإنفاقك على قدرك، وإنفاق الكريم على قدره. ولذلك في الآية قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يعود عليك، ليس في مالك لا فحسب، لا 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 لا، يعود عليك في أهلك، يعود عليك في صحتك، يعود عليك حتى في إيمانك، يفتح لك أبواب الخيرات. حتى وإن كنت من أهل البعد فبالزكاة والصدقة تتقرب إلى الرب،
قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. أكمل: وتدفع ميتة السوء، تقربك من خالقك وتبشرك بنهايتك، فكيف لا تتقرب وكيف لا تنفق وقد أقسم لك بها الصادق المصدوق. يقسم صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن لعظم تأكيد التحقق، ومنها ما نقص مال عبد من صدقة بل يعود عليه وعلى أهله بل وعلى آخرته بل ويعود عليه في جنة الله جل وعلا. لعظيم هذا الأمر فهم السابقون هذا الشأن. الإمام ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين يقول أو يروي عن أحد الصحابة أنه أهدي إليه رأس شاه، رأس شاه، واحد ذبح الشاه فأرسلها لهذا الصحابي وهو محتاج، لكنه يعلم أجر الإنفاق، فقال: فلان غيري أحوج بها أو أحوج إليها مني، فأعطاها له. والثاني يعلم هذا الأمر، تربوا في مدرسة النبوة، غيري أحوج مني، غيري أحوج مني، إلى أن دارت في سبعة أبيات ثم عادت إلى الأول. هم الذين علموا شؤم الإمساك والبخل، حيث قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم كما بشر أهل الإنفاق بعدم الخاتمة السوء والميتة السوء. هؤلاء الذين أمسكوا على قدر الإيه الغنم يكون الغرم، فبشرهم بعذاب الأليم يوم يحمى عليها في نار جهنم والعياذ بالله، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم اجعلنا من عبادك المنفقين، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عشنا أيها الإخوة الأحباب مع هذه الكلمة الطيبة حول أحكام الزكاة من فضيلة الدكتور محمد منصور إمام وخطيب المسجد، ونحن نختتم هذا الاحتفال الطيب المبارك من مسجد المهند بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.